مدينة تيرودانت من المدن العريقة التي كانت تحتفي برمضان بطقوس خاصة وبتقاليد محددة، للأسف زال الكثير منها بفعل تغيير الساكنة. فرمضان كانت له طقوسه الخاصة من العادات التي ضاعت ولم يعد محتفظا بها في المدينة، المدفع. فإعلان الإمساك وإعلان الإفطار كان يتم بواسطة المدفع الذي كان عند أبواب القصبة عند مكتب الشؤون الأهلية الذي يعرف بالبيرو، فم البيرو كما يقال له قديما. وكان آخر من كان يوقد هذا المدفع شخص عسكري قديم اسمه بن نجم، فمن العبارات الشائعة في المدينة أكوية بن نجم، يحثونه على أن يشعل لهذا المدفع حتى يصل وقت الإفطار. من العادات التي زالت كذلك بالإضافة إلى هذا المدفع النفير أو النفار كما يسمى هنا في المدينة. فالنفار كان يوقد الناس للسحور، كان النفارون يقتسمون الأحياء ويجوبونها بنفيرهم ليوقدوا الناس إلى السحور. من العادات المفتقدة كذلك أطباع الغيطة، فكانت صومعة الجامع الكبير مجال لأطباع الغيطة، وكان الغياطون يتنافسون ليعزفوا أطباعا جميلة من أعلى صومعة الجامع الكبير في ليالي رمضان. فكنت ليالي رمضان بعد صلاة التراويح تستمع إلى الغيطة وإلى تقاسيمها. للأسف هذه أشياء كثيرة ضاعت ولم تعد لم يعد لها محل. كذلك تغيرت هندسة المدينة، فساحة أسراج أصبحت مكتظة الآن وأصبحت مغروسة بالأشجار وفيها نفرة. من قبل كانت ساحة فضاء وكانت مجتمعا يتجمع إليه ساكنة المدينة، وفيه روات الأزلية وروات العنطرية وأرباب الحلاق. فكانت الأمسيات الرمضانية تمر بنكهة خاصة في ساحة أسراج، وهو شيء نفتقده كثيرا، عشناه في صيبانة ونفتقده كثيرا إلى اليوم. هذه كلها أشياء جميلة. كذلك سوق التمر اللي عند مدخل السوق الكبير من جهة أسراج كان كله مخصصا لبائعي الفواكه الجافة وبائعي التمور، كان يعرف حركية خاصة. الآن أصبحت هذه الحركية مفتقدة لأن هؤلاء التجار تم تشتيتهم وبقي القليل منهم هنالك. فكانت هذه النقطة بالضبط تعرف حركية خاصة، لأن سكان المدينة كلهم يقبلون عليها للتزود بالشباكية، للتزود بالتمور، للتزود بالفواكه الجافة. فكان هنالك جو خاص خصوصا في الفترات التي تسبق آذان المغرب، ونكات كثيرة. بائع الحليب كانوا يصطفونه هنالك لبيع الحليب في قواريرهم الزجاجية. آنذاك لم تكن تعاونية بيع الحليب وتعليب الحليب لم تكن تصل إلى المدينة، فكان هنالك صف خاص بباعة الحليب. كل ساكنة المدينة من الفلاحين كانوا يحضرون مادة الحليب البلدي ويأتون لبيعه في أجواء بديعة. هذه الأشياء بطبيعة الحال بفعل التطور الحضاري وبفعل التطور التكنولوجي تغيرت أشياء كثيرة، لكن هاد النوستالجيا تبقى لدى ساكنة المدينة. شهر رمضان كان شهرا للتزاور وللتراحم، وكانت العائلات تتبادل الزيارة بعد العشاء. فتيرودانت عرفت بكونها مدينة آمنة، مدينة هادئة، فبعد أن تنتهي النسوة من أشغال البيت تخرجن زرافات لزيارة أقاربهن، وتجد النسوة وحدهم دون ذكور بينهم ولا يتعرضون لأي مضايقة ولا لأي شيء. فكانت المدينة آمنة والسكان تعودوا على هذه الأجواء. للأسف هذه الأجواء كلها تغيرت، وأصبح شهر رمضان مستنسخا في كل المدن المغربية. اصطفاف بائعي الشباكية، نفس التقاليد، نفس العادات، الخصوصيات التي تميز كل مدينة عن الأخرى للأسف عصف بها التطور، ووقعت عولمة رمضان ووقع استنساخه في كل المدن، فأصبحت الأجواء متشابهة. قل أن تجد شيئا مخالفا
في مدن أخرى، لأن المدن المغربية أصبحت بقديمها وحديثها تتشابه من حيث هذه الأجواء، وغابت هذه الخاصية التي كانت لرمضان في بعض المدن العتيقة التي كانت تميزها. من الأشياء التي كانت تميز شهر رمضان في مدينة تارودانت وهو موسم النساء تمصريت الذي يقام في يوم الخامس عشر في منتصف رمضان، يوم الخامس عشر من رمضان يقام في حي سيدي حسين وعند ضريح أبي العباس التلمساني، يقام موسم خاص بالنساء، فتجتمع النساء من كل أنحاء سوس من المناطق العربية ومن المناطق الأمازيغية، يجتمعن في دار آل التلمساني وعند قبور أسرة التلمساني، وتكون الحضرة من الصباح طيلة اليوم تكون الحضرة. والغريب في الأمر أن هؤلاء الحضارات عندما تجلسنا فبمجرد أن تنطلق حضارة ترمي شعرا أو حضرة بالأمازيغية يتبعها الجميع، تأتي الثانية بالعربية يتبعها الجميع، فيكون هذا الخليط الجميل ما بين الحضرة النبوية الشريفة والصلاة على الرسول باللسانين العربي والأمازيغي، وهذا ما يعبر عن الهوية الحضارية لمدينة تارودانت. فمدينة تارودانت في الأصل مدينة أمازيغية ولكنها اختلطت ودخلت سكان العرب من أندلسيين ومن قبائل عربية، فأصبح اللسان الجاري في المدينة هو اللسان العربي، ولكن اللسان الأصلي لم ينسى. في مثل هذه المناسبات تجد الأغاني بالأمازيغية وبالعربية مما يعبر عن هذا التلاحم بين اللسانين، فكانت هذه الحضرة. وخارج دار التلمساني يكون هنالك موسم هو عبارة عن مهرجان نسوي سنوي تعرض فيه المنتوجات النسائية، وفي الماضي كانت لا تدخله إلا النسوة، فيما بعد أصبح مجالا للاختلاط والدخول، ثم في مرحلة لاحقة تم إخراجه من حي سيدي حسين إلى خارج المدينة، ففقد هذا الموسم السنوي فقد هويته لارتباطه بذكرى آل التلمساني. وسبب ارتباطه بذكرى آل التلمساني هو أن جد هذه الأسرة الذي كان معاصرا للدولة السعدية وكان خطيب الجامع الكبير في عهد السلطان أحمد المنصور كان يعرف بحدبه على النساء، وكان يستقبل في منزله من كل أقطار سوس الفتيات اليتيمات والنساء الأرامل والمطلقات، وكانوا يتربون في منزله، وكان أهل سوس عندما يريدون الزواج يأتون عند سيدي عبد الرحمن وعند أبيه سيدي أحمد يخطبون من بيتهم، لأنه يعلمون بأنهم سيخطبون نساء صالحات تربينا تربية صوفية وتعلمنا وتدرجنا في مراقي الصوفية. فوفاء من النساء لهذا العمل بقي هذا الاجتماع سنويا كل سنة في منتصف رمضان بدار آل التلمساني. هذه كلها أشياء جميلة كانت تؤتي فضاء رمضان وكانت تضفي عليه نكهة خاصة، لكن للأسف التطور أحيانا له إيجابيات كما أن له سلبيات، ومن سلبياته أنه قد يمحو كثيرا من التقاليد المتوارثة.